يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذي يقرأ على الناس يقرأ في مكبر الصوت ويكرر كلمة، هذا من المبالغات في الرقية، أفسدوا الرقية بهالمبالغات لأجل الدراهم، لأجل تكثر الدراهم، يبي حجز الناس ما يبيهم يروحوا لغيره، فيقرأ بالميكروفون عليهم علشان أنهم ما يروحوا لغيره ويأخذ من كل واحد دراهم، بل إنه يقرأ بالوايت وايت الماء ويقرأ بالخزان، كل هذا من المبالغات والخروج بالرقية عن حقيقتها لأجل أن يأخذوا أموال الناس. نعم. يقول ويكرر كلمة بصورة غريبة مثل غسق غسق وغيرها من الكلمات القرآنية، فما حكم صنيعه هذا؟ غسق ما هي من الليل إذا غسق، ما هي يعني من القرآن وحدها فقط، مركبة مع جملة، والغاسق من شر غاسق إذا وقب، مركب، هو بتقطع اسم واحد وتقول هذا من القرآن، هذا اسم شيطان، يمكن هذا اسم شيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ أجل فرعون مذكور في القرآن، قل هذا من القرآن، اسم فرعون من القرآن، ما يصلح هذا. نعم.